ذات 11 من ديسمبر 1956 تأسس الهلال الأحمر الجزائري كهيئة إغاثة ومساعدة إنسانية ووطنية بفضل مساعدة الدول الشقيقة والصديقة اللي كانت مساندة الثورة التحريرية استطاعوا يدمجوا في الوفود متاع هذه الدول الهلال الأحمر لهذه الدول أعضاء من الهلال الأحمر الجزائري في 1963. من بعد انخرط الهلال الأحمر الجزائري في الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر. منذ ذلك الحين لعب الهلال الأحمر الجزائري ولا يزال دورا فعالا من خلال العمل التضامني. دعمنا للشعب الصحراوي، للشعب الفلسطيني، للليبيين اللي بحاجة، للماليين، للنيجيري، طبيعي لأن الشعب الجزائري ذاق مرارة الاحتلال والاستعمار. كما سجل حضوره وبقوة خلال الأزمة الصحية التي عرفتها الجزائر على غرار دول العالم. ساهمنا في تدعيم قدرات المستشفيات. تحية عرفان وتقدير إلى الجيش الوطني الشعبي على مساهمته في العمل الإنساني. لتعود ذكرى تأسيس الهلال الأحمر الجزائري وهو يسجل ضمن أولوياته المهام الإنسانية.